هكذا أنت يا خالد، لا تستهويك إلا الصعاب. لما لا وقد آليت على نفسي أن أصطاد كل ما هو غادر وضار. إذن ستقضي عمرك كله في القضاء على الغادرين الأشرار. ليتك اصطدت مهاتا أو أيلا تتباهى به في مكة. صيد هذا الضار الذي قد يفتك يوما بماشيتنا وبأرزاقنا خير عندي من صيد قطيع كامل من المها والأيائل. كيف أصبحت يا أبا جهل؟ حتى أنت يا أبا الفضل. أهلاً بأبي الحكم، كيف أصبحت؟ أبا الحكم؟ أيعجبكم ذلك؟ محمد وأصحابه يدعونني أبا جهل. أنا عمرو بن هشام سيد بني مخزوم يدعونني أبا جهل. حتى العباس أبا الفضل يدعونني كذلك. وأنا لم تنزل بي آية تتهددني وتتوعدني؟ آية؟ آية آية يا وليد؟ الآية التي يقول فيها ماذا؟ لا 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 أذكرها يا صخر. أنا أذكرها، ذرني ومن خلقت وحيدة. أسمعت يا صخر بن حرب؟ إنه يخاطبني بالاسم الذي يلقبني به أهل مكة، أليسوا يدعونني بالوحيد؟ بلى، لكن ليس فيما سمعته ضير. اسمع بقية الآية تجد الضير. لقد تذكرت وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيده. كلا، لكنه لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. أليس في هذا ضير؟ أتريدون الحق؟ هذا كلام جميل لم تقله العرب. ألي هذا تتحمله؟ أم لأنه ابن عمك يا أبا سفيان؟ هو ابن عمي صحيح، لكن ما ترانا نستطيع فعله. بل نستطيع فعل أي شيء. أجل نستطيع، نذهب إلى عمه أبي طالب فننذره. لك ما تريد يا أبا الحكم، لك ما تريد. ليكن لقاؤنا مساء يا أبا سفيان. مساء.
كم ساق كسرت يا خالد؟ من الطرائد الكثير يا عمرو. ومن الغلمان. ما هي إلا ساقان أو ثلاث، إحداها لا تزال عالقة في ذهني حتى الساعة. لن أنسى صوته عندما صرخ متألما: كسرت ساقي يا خالد. لهذا ترك أهله مكة مذ ذاك الوقت؟ لا أدري لماذا رأوها وصمة عار في جبينهم، رغم أن الغلام كان صاحبي ولم أكن أقصد إذاء. كذلك كنت حين كسرت ساق عمر؟ بالتأكيد. أم هل تراني أفكر بإذاء عمر وهو قريبي وصاحبي وصديقي؟ كان صديقك، أما اليوم فلم يعد كذلك. ألم يصر من أتباع محمد؟ حتى لو صار من أتباع محمد، أأنسى أنه قريبي وصديقي؟ لكن أبي لا يقول ذلك. أبوك؟ يا لعمر بن هشام، يريد مسح أتباع محمد عن وجه الأرض. هذا الحقد لا أدري لماذا. لندعهم وشأنا، أليس هناك نصارى وأحناف في مكة؟ أليس هناك حتى يهود في يثرب؟ قل ذلك لأبيك الوليد بن المغيرة، أن تراه أقل حقدا من ابن عمك عمرو بن هشام أو صخر بن حرب أبي سفيان. هو ذا ما يحيرني ورب الكعبة، حقدهم هذا لماذا؟ يا مرحبا يا مرحبا، أهلا أهلا أهلا. حللتم أهلا ووطئتم سهلا، ماذا لديك يا ابن العم؟ لقد بات الأمر ملحا والقوم غاضبون، فلنبحث أمر ابن أخيك. وما له ابن أخي؟ ألستم أنتم الذين أسميتمونه الصادق الأمين؟ بلى. ألم يكن فيكم القدوة والمثال، شهامة ومروءة وخلقا؟ بلى وهو بل. لكن أن يلقبني بأبي جهل فلا وألف لا. أن يهجوني ويقدح بي فلا وألف لا. بماذا هجاك؟ بقوله: ذرني ومن خلقت وحيدا، ثم يقول: عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. لكن من قال إنه كان يقصدك أنت؟ ربما كان يقصد رجلا آخر. بل يقصدني أنا يا أبا طالب. لندع هذا ونتكلم فيما هو أهم. يا أبا طالب، إنما أنت زعيمنا وأهم شخص بيننا، ولقد رأيت ما يفعل ابن أخيك، أقصد ابن عمنا لدياناتنا. إنه يشتم آلهتنا ويفتري على ديننا ودين آبائنا، فإما أن توقفه عن هذه الأعمال أو أن تسمح لنا باتخاذ ما نراه مناسبا ضده. سأتحدث مع حمزة بهذا الأمر. لا، لا تقحم حمزة بهذا. هيا يا قوم.
الذي أتى به؟ أسرع يا طلاب. إن مسست محمدا بسوء فإنني قاتله. سمعت؟ حمزة واللات والعزة، يوما ما سآكلك. أبتي، هذا خالد. أهلا خالد. كيف حالك يا أخي؟ والدي ينتظرك. أبتي، ما بك؟ القصة ذاتها قصة محمد. ما لنا ومحمد؟ دعوه وشأنه. دعوه وشأنه؟ وقد صار يسبنا ويسفه آلهتنا، وقد صار أتباعه يتكاثرون يوما بعد يوم، حتى غدا خطرا يتهددنا. هونا يا أبي، ورب الكعبة ما قصدت إغضابك. الأحداث تتطور والخطر يشتد، وأنت غير مبال بما يدور من حولنا، وحمزة يصول ويجول ولا أحد يردعه. أبا سليمان، كم اشتقت إليك. لو اشتقت لما أطلت الغياب هكذا. كان الصيد وفيرا فاستغرقنا الوقت دون أن نشعر به. ألا ترغب بالاغتسال؟ لا تهادن. رأس حمزة أولا ثم محمد. سأفعل، سأفعل. وإن لم تفعل سأفعل أنا. هند، نحن أدرى بتدبير أمورنا أكثر منك. نعم، لهذا رأيتك وقد أحسنت التدبير اليوم. تهان في مجلسك ولا تحرك ساكنا. يكفي، داخل قبل أن يشاع بأن امرأة أبي سفيان هي سيد قريش. صخر، إن لم تفعل سأفعل أنا.
هل سمعت؟ هيا بد أن الوليد ابن المغيرة أطلبه. عمي. إنه أبي. أهلا ابن عبد المطلب. أهلا بك. أهلا. اهلا بصخر. اهلا. تفضل. اهلا اهلا بابي الحكم. اهلا. تفضل. نظافة الوليد عامرة هذه الأيام. وستزداد بالدسائس والمؤامرات على محمد. لماذا لا يدعونه وشأنه؟ كيف؟ والكل يخشى على مكانته. ينظرون إلى صبي صغير يتيم جاء يسعى لإحقاق الحق، وهم كانوا غافلين. ولكني أخشى علي يا أبا الفضل. لا تخشى ولا تخف، جاء برسالة وعليه إيصالها، وستصل. ستصل مهما حاكوا من دسائس ومؤامرات. ولكن الحذر واجب. أين حمزة؟ إن لم يكن عند رسول الله فهو في داره. عليه أن يكون مستعدا لأي طارئ. ماذا أرى؟ وجوهاً متجهمة عابسة كأنها ليلة حزن وندب. تحدث يا أبا سفيان. قل ماذا حدث يا صخر. حمزة. حمزة دخل مجلسي وهددني أمام القوم وعلى مسمع من هند. ألهذا كل هذا التجهم؟ بل كزه أمامنا جميعا وكاد أن يبصق في وجهه. هذا تماد زاد عن حده. وأنت يا ابن عبد المطلب هل اعتدى عليك؟ هو لا، بل محمد. محمد؟ هل أتى محمد إلى المضافة؟ بل أساء سمعتي ونعت زوجتي بحمالة العطب. حمالة العطب؟ هل قال هذا؟ بل وأكثر. أسمعنا. لا رغبة لي بإعادة ما قال.
لا حاجة للخجل، فالوليد منا وليس غريبا عنا. هات يا أبا لهب. لقد قال: تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هل سمعت ما قال؟ هل بلغ به الأمر أن يتناول امرأتك أيضا؟ لهذا جئنا إليك فجد لنا حلا يا أبا خالد. لا بد من حل، لقد استفحل الأمر واشتد الخطب وبلغ السيل الزبا. أجل، لقد بلغ السيل الزبا. كما قلت لك هذا ما يريد زاد. يشتم رائحة قتال، بل يقول: ما أحسب أمامنا إلا الحرب والطرف والأهل والصيام. يقول الحق واللاتي، فلنودع هذه الأيام التي لن تعود. أبي، أحقا ما سمعت؟ وما سمعت يا فاختة؟ زوجي صفوان يقول زوجك صفوان لا يفقه شيئا ولا يعرف ما يقول. اذهبي إلى أمك. أذهب، ولكن مع أخي. ولكني أريده معي. أعلم، لتذهب به مع وفد قريش إلى أبي طالب فتقدمه بديلا عن محمد. صهن يا فاختة. لا صهن واللاتي وأخي يذهب إلى الذبح. أمي، أخي خالد، أختي فاطمة، إخوتي. قلت لك صهن. ما الذي يحدث؟ ما الأمر؟ اسمعوا، أبوكم يريد أن يضحي بعمارة أجمل شباب قريش. بلى، لقد قررنا أن نقدم عمارة لأبي طالب ليكون ابنه، نذبح بدلا منه محمد. أيعترض أحد منكم؟ وأنت يا عمارة، أمعترض أنت؟ لا يا أبتي، أنا طوع بنانك يا أبي. إذن هيا بنا ودعك من كلام النساء. هيا.
مرحبا بالإخوة وأبناء العم. إن كنا هكذا أخوة وأبناء عم، فلماذا تدع ابن أخيك يفعل بنا ما فعل؟ مهلا يا أخي، لا لوم ولا تثريب، فهل سمحت لسادة قريش أن يقولوا ما يريدون؟ يا ابن العم، قد جئناك من قبل بشأن ابن أخيك محمد وقد وعدتنا خيرا، لكن ما رأينا من ذلك الخير شيئا. ترون إذن؟ ترون؟ لا، لم يعد لدينا صبر، وها قد جئناك بحل عادل، فاسمع. كل آذان مصغية يا أبا الحكم. يا أبا طالب، هذا عمارة ابني، فلذة كبدي، وهو من خيرة شباب قريش وأنبلهم وأوسمهم، خذه ابنا لك، سوف يساعدك ويكون تحت إمرتك كأي ابن من أبنائك. مقابل ماذا يا أبا خالد؟ بالمقابل تعطينا ابن أخيك محمدا الذي انقلب على دينك ودين آبائك وسبب انشقاقا في قريش كلها، فسوف نقتله، أليس هذا عدلا؟ رجل مقابل رجل. فماذا قلت يا أبا طالب؟ قلت لا أظن أن هذا عدل على الإطلاق. ولما؟ إنكم تريدون إعطاء ابنكم لأطعمه وأربيه، بينما أنتم تريدون محمدا لتقتلوه. قسما إن هذا لن يتم. إذن فأنت ترفض. تبرأ من محمد. Ah!
عيدوهم أجل هنا أحد ويحك بلال، إن كانت لا تؤثر فيك هذه الهجرة سادع هذا الصوت يأكل لحمك. أحد اللعنة عليك، اصرخ، استغف، اطلب النجدة. لما أستغيث برب السماوات والأرض الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أحد صهن ويحك، إني أنذرك ولآخر مرة أنذرك، تبرأ من محمد وعض لعبادة اللات والعزة. أحد قسما لا أسلخن جلدك، قسما لا أقتلنك. عبال أحد هبل أحد هبل أحد أحد هبل أحد هبل أحد هبل
من أجار مسلما أو من عرف مسلما ولم يخبر عنه سيكون عقابه كعقاب ياسر وزوجه. حمزة! هيا ردها لي إن استطعت. Let's go!